قناة الجديد مساء الخير في عناوين هذه النشرة: طرابلس نهاية حلم الإمارة، هروب الأمراء، والمطاردات مستمرة. بيحضن للجيش نحن. مدارس المدينة ينزح الطلاب منها وتهجر العائلات إليها. نطلب من الدولة يمحونا على القصة هيدي، ينهونا. ربط الشمال بالقلمون، حلم ابن الميقاتي. الأسرى على مواعيد الموت المرجأة، والنصرة تبث فيديو إرهاقهم. هزيمة الإخوان في تونس وتقدم لعلمانية بن علي. وفي النشرة: للبنان نصيب حتى في سباق فوربس للسيدات. تفاصيل هذه العناوين وأكثر تتابعونها في النشرة بعد قليل.